فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أختم عبد الله سألت تقول بعض النساء في الحرم يصلين بالنقاب وبالقفازين. إذا كان أمامهن رجال أجانب وتخشى أن يراها الرجال الأجانب هنا لا بأس أن تصلي بالنقاب. أما إذا كانت في موضع هي بعيدة عن الرجال الأجانب ولا تخشى أن ينظر إليها رجال أجانب فالأفضل أن تكشف وجهها، لأن تغطية المرأة وجهها في الصلاة عند عدم وجود الرجال الأجانب مكروه، فالأفضل أن تكشف وجهها. وأما بالنسبة للقفازين فيكره لها أن تصلي وعلى وفي يديها قفازان إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب. وعلى ذلك نقول إذا كان المصلى خاصا بالنساء ولا يراهن رجال أجانب فالأفضل أن تكشف المرأة وجهها ويديها حتى تباشر بوجهها ويديها الأرض. أما لو كانت بحضرة رجال أجانب وتريد الستر بلبس النقاب والقفازين فلا بأس بذلك.